ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والطير فهم يوزعون حتى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون صدق الله العظيم.
Selanjutnya, kita saksikan dan dengarkan peserta dengan nomor tampil 65 yang akan membacakan surah Asy-Syura ayat ke-43.